قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاستكمالا لما بدأناه وبناء على ما قدمناه، هنرجع بس قليلا للخلف، نتكلم على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت من بعض المقدمات التي اشتهرت في كتب العلوم الشرعية عند البداية والشروع في أي علم جديد. ومثلنا بأبيات ثلاثة، قلنا إن عادة العلماء جرت إن هم يبدأوا بسرد هذه الأمور إذا ما شرعوا في علم جديد، فقالوا إن مبادئ كل فن عشرة، ثم ذكرنا هذه العشرة وطلعناها من الكتاب وأضفنا بعض الأمور اللي مش موجودة في الكتاب. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، وفضله نسبته والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. من درى العشر أمور كلها كان أكثر علما في هذا الفن وفي هذا الباب ممن تعلم بعض هذه العشرة وخفي عليه بعضها. أنا هرجع على التعريف فقط ونربطه بالجزء اللي احنا ذكرناه بعد هذه المبادئ، ونشوف كيف ان الابواب المختلفة في الكتاب يخدم بعضها بعضا. فاحنا قلنا في تعريف علم النحو، قلنا له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريف اللغوي، قلنا ان كلمة نحو في اللغة لها عدة معاني، ذكر منها الشارح معنيين. الاول قال: نحو تأتي بمعنى الجهة، سرت نحو الباب أو نحو الدار، يعني في اتجاه الدار. وتأتي أيضا بمعنى الشبه والمثل، فعلي نحو محمد، يعني علي يشبه محمد. فده المعنى اللغوي الثاني اللي ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وبعدين ذكر المعنى الاصطلاحي اللي هو قلنا إيه؟ النحو في النهاية علم من العلوم، من علوم الآلة، علوم اللغة العربية، فقال هو العلم. بداية التعريف الاصطلاحي قال هو العلم بالقواعد، يبقى النحو عبارة عن مجموعة قواعد مضمومة بعضها إلى بعض تكون هذا الفن أو تكون هذا العلم. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. وقلنا أن علم النحو يختص بحركة الحرف الأخير في الكلمة، بينما علم الصرف يختص ببنية الكلمة، كيف تصاغ الكلمة، كيف تصغر وكيف تجمع وكيف تعل وتبدل، وكل الأبواب المعروفة في فن الصرف. أما النحو فيختص حسب هذا التعريف الاصطلاحي العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. كل كلمة هنا بترجعنا لواحد من العشر مبادئ أواخر الكلمات العربية، مش الكلمات، إن موضوعه هو كلام العرب، موضوع النحو هو كلام العرب. أو أواخر الكلمات العربية، شوف بقى كلمة في حال تركيبها، في حال إيه؟ تركيبها. يبقى لازم الكلمة تكون وسط جملة عشان قواعد النحو تطبق على هذه الكلمة، وإلا الكلمة هي ماشية لوحدها كده لا يطبق عليها أي قواعد. ما هو أنا مش عارف هي إيه موقعها في الإعراب، لا عندي جملة تحكم هذه الكلمة بعينها إنها دلوقتي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة إذا كانت اسما، أو مجزومة إذا كانت فعلا، ولا أصلا يتغير آخرها، ولا هي مبنية ثابتة على شكل واحد لا تتغير، كما سنرى الفرق بين الإعراب والبناء. الإعراب والبناء، يبقى القواعد دي اللي هي قواعد النحو تطبق على حتى نعرف أحكام أواخر الكلمات
العربية حالة تركيب، يعني لما تكون الكلمة في وسط كلام. وبالتالي لما قلنا في تعريف الكلام قلنا إن التعريف الاصطلاحي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما تقدم وكما سيأتي اليوم إن شاء الله. يبقى التعريف بيخدم الأبواب اللي بعديها، معرفة أحوال أواخر الكلمات العربية حال تركيبها، وبعدين باقي التعريف أمثلة للأحوال دي. بيقول من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، يعني برضو أفاد فائدة زيادة إن الكلمة في اللغة العربية إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، وفي كل حالة من الأحوال يترتب على هذا الحكم أمور مسائل نعرفها إزاي من القواعد اللي هي مجموعها يساوي علم النحو. يبقى التعريف بيقول إيه؟ العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، ويتبع ذلك يتغير بتغير موقع الكلمة من الإعراب أو موقع الكلمة من الجملة، يعني الجملة اللي الكلمة وردت فيها موقعها إيه. وإحنا عندنا قاعدة ذهبية هناخدها ونستعملها كتير جدا في أثناء السنة إن شاء الله عز وجل، وهي قاعدة تقول إن الإعراب فرع المعنى. الإعراب فرع المعنى، يعني اللي هيعرف معنى الجملة هيقدر يعربها، والعكس بالعكس. الإعراب فرع المعنى، اللي هيعرف معنى الكلام هيقدر يعرف الكلمة دي موقعها إيه في الجملة، إذا كانت هي من صدر منه الفعل ولا من وقع عليه الفعل ولا الحال المتلبس بها الفاعل أو المفعول ولا ما يفيد إزالة إبهام في الكلام. يعني لو عرف معنى الجملة هيقدر يعرب هذه الجملة. والإعراب يتم بإيه؟ بالقواعد اللي احنا هنتكلم عليها في أثناء رحلتنا مع هذا الكتاب الطيب المبارك. من الأشياء المفيدة إن الإنسان، يعني أهل الموارد البشرية والموضة اللي هي طالعة دلوقتي في الدورات دي، بيقولوا إن عقل الإنسان يستوعب المعلومة من الأعلى للأسفل. يعني إيه؟ يعني لما يجي واحد يقرأ كتاب جديد، في فن مهارة اسمها القراءة السريعة، حد سمع عن هذه المهارة من قبل؟ فن القراءة السريعة هو طريقة مبتكرة وحديثة مبنية على دراسة لقدرات عقل الإنسان كيف يستوعب الإنسان المعلومة. فبيقولوا إن الإنسان يستوعب المعلومة، قد يختلف الأمر من شخص إلى آخر، ولكن في أمور مشتركة بين غالب الناس. في أشخاص بصريين يشوف الحاجة مرسومة تعلق في ذهنه ويتذكرها أكثر من أي وسيلة أخرى توصل له بها المعلومة. وفي شخص سمعي يحب إن هو يعني يسمع المعلومة فترسخ في ذهنه ويتذكرها. وفي ناس، غالب الناس يعني يفيدها الجمع بين الاثنين، بين السمع وبين البصر، إنه يشوف المعلومة قدامه مكتوبة أو ممثلة بشكل ما. قد يكون الكتابة اللي في الكتاب، قد يكون رسم ما بيلخص المعلومة أو بيلخص الدرس. وكذلك بيقولوا إن الإنسان يسهل عليه إنه يستوعب ويهضم علم جديد لو خدوا الأول كشكل عام، يعني إيه الأبواب اللي موجودة في الكتاب أو إيه الأقسام اللي موجودة. مين حضر خطبة الجمعة النهاردة هنا في المسجد؟ دكتور ياسر عمل إيه في أول الحديث على سورة التكوير وكما فعل في سورة عبسة؟ قال لك الأول قبل ما نتكلم في السورة، السورة دي في عبسة قال لك فيها أربع موضوعات رئيسة، موضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا. النهاردة في التكوير قال لك فيها موضوعان رئيسان هما كذا وكذا، وأحدهما يخدم الآخر. لما أنت متهيئ إن كل هذه الآيات 29 بتدور حوالين موضوعين، بقى أسهل وأيسر
ان انا لما اشوف الايه اعرف هي بتخدم انهي موضوع في الاثنين، وان اول ما وصلنا للايه الفلانيه وبدانا في الكلام على الذكر انتقلنا من مشاهد الاخره الى ما يترتب عليه المكان في الاخره، ان خيرا فخير وان كانت الاخرى كانت الاخرى، هي اعمال قدمت في هذه الايه الحياة. وبالتالي النظرة اللي بيسموها من على ارتفاع 30,000 قدم زي ما بيقولوا، نظرة سريعة كده من فوق قالت ان الصورة دي فيها موضوعين واللي قبليها فيها 4. ايه هما الموضوعين؟ هيقولهم، ولكن تهيئة نفسية لايه اللي هنتكلم عليه في تفسير صورة عبسة او صورة التكوير. كذلك الكتب فن القراءة السريعة بيقول ايه؟ انسان لم يشرع في قراءة كتاب جديد حتى يستوعب الكتاب ده ويعلق في ذهنه، يبدأ الأول يكون تصور كشبكة أو فهرس، ولكن فهرس عالي جدا، مش بقى على مستوى الأبواب والموضوعات والصفحات، لأ يعني على مستوى المواضيع الرئيسة، إيه اللي هيتكلم فيه ابن آج الروم في المقدمة ويشرحه الشيخ محي الدين عبد الحميد، حتى ينتقل بالقارئ أو الدارس من مرحلة ان هو مبتدئ للغاية لا يكاد يحسن اعراب جملة الى ان هو يمشي به خطوة خطوة، ومن موضوع رئيس الى موضوع رئيس، لحد ما يقدر يقرأ الكلام فيميز الاسماء من الافعال من الحروف بعلاماتها، ثم يميز المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم، ويقدر يحسن القراءة ويحسن الكلام إن كان من المتكلمين. فلو جينا نطبق نفس طريقة تفسير دكتور ياسر على هذا الكتاب، وحبينا نلخص إيه اللي إحنا داخلين عليه في الكتاب، هنلاقي إن الكتاب بيتكلم على يعني موضوعات رئيسة 5، كل واحد فيهم تحتي أبواب لا تعنينا الآن في شيء، فقط إحنا عايزين نعرف ما نحن مقدمون عليه، إحنا داخلين على إيه، علشان يبقى فيه عندنا تصور إحنا إزاي هنوصل إن شاء الله عز وجل للنتيجة المرجوة في آخر الكتاب. فلو أنا حبيت أستعين ببعض الطرق يعني اللي بيسموها الخرائط الذهنية علشان أقول الكلام ده بصورة مسموعة فتصل للأسماع، وأيضا يكون مرئي بصورة بصرية فيشوفها الأفاضل فتعلق الصورة في الذهن إلى حد أكبر من مجرد استماع. فأنا يعني هرسمها الأول على السبورة وبعدين أشرحها. أنا هرسم الصورة على مرحلتين علشان نبدأ من المستوى الأعلى اللي هو أقل في التفاصيل، وبعدين ننزل لمستوى أكثر من التفاصيل شيئا فشيئا، فنعرف إيه الأبواب اللي قدامنا. المواضيع الخمسة الرئيسة هي في البداية مقدمات وتعريفات ومبادئ اللي احنا ذكرناها المرة الماضية، ده أول جزء. وبعدين بعد ما ينتهي من هذه المقدمات والتعريفات هيشرع في تعريف مادة الكلام في اللغة العربية أو موضوع علم النحو اللي هو الكلام، ما هو الكلام؟ فيشرع ابن آج الروم ويتبعه الشيخ عبد الحميد في الكلام على تعريف الكلام وأقسام الكلام وعلامات الكلام، الكلام وأقسامه وعلاماته، ده المبحث الثاني، وده يستغرق بعضا من الكتاب. فكنا بنقول ايه؟ كنا بنقول تخيل الرسم اللي قدامنا ده كده، خد الجزء الأزرق فقط، ان احنا الاول نعرف ايه الموضوعات الرئيسة اللي في الكتاب. الجزء الأسود أكثر وأكثر من التفاصيل، يعني برضو موضوعات فرعية تحت الموضوعات الرئيسة. فهنلاقي إن أول حاجة قلناها كانت المقدمات والتعريفات والمبادئ 10 اللي ذكرناها المرة الماضية، وبعدين شرعنا في تعريف الكلام، ونأخذ إن شاء الله بعده أقسام الكلام في العربية، ثم علامات كل قسم، يعني كيف نستطيع التمييز في جملة كبيرة بين الأنواع المختلفة. والأنواع أنا كتبتها بالأسود وهي مش حاجة يعني إيه صعبة أو خفية، هي اسم وفعل وحرف. يعني الكلام العربي ينقسم إلى 3 أقسام، إما أن تكون الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. الجديد إن كل واحد من دول
في كل مره ان شاء الله هناخد بقى الجزء ده من الرسم ونكبره. يعني نعمل ايه؟ نحط في مكان التحفه الثانيه في المنتصف، نحط ايه؟ الكلام واقسامه وعلاماته، وبعدين ناخد اسم وفعل وحرف، وحوالين الاسم نحط علاماته الاربعه، وحوالين الفعل نحط علاماته الاربعه، وعند الحرف نحط العلامه الوحيده ليه. بتبقى شكل المبحث ده موجود بصوره سمعيه وبصريه، شفناه برضو مرسوم. وميزه الصوره البصريه ايه؟ انها مختصره، سهل ان الانسان يفتكرها، وبعدين يحشي بقى بين السطور ويفتكر الموضوعات او الكلام اللي بين العناوين من المذاكره في الكتاب. انما الموضوعات الرئيسيه في علم النحو تبقى موجوده فين؟ موجوده في الذاكره القريبه، سهل جدا انا ابص كده افتكر الرسمه، اه ده في كلام، الكلام واقسامه الثلاثه وعلامات كل قسم، وعندي بعد كده الاعراب واقسامه الاربعه وكلام على كل قسم فيهم، وبعدين المعربات اللي هو الجزء ده. الاعراب هناخد ان الاعراب في العربيه اما رفع او نصب او جر للاسماء او جزم للافعال، يعني الرفع والنصب يدخلوا الاسماء والافعال، اما الجر خاص بالاسماء والجزم خاص بالافعال. الجزء الثاني ده هو المعلومات اللي فيه هي اللي في الجزء الثالث، ولكن بمنظور مختلف او برصة مختلفة. يعني في الجزء الثاني ابن اجي الروم بيقول ان احد اقسام الاعراب هو الرفع، وبعدين يقول لنا ان الرفع ده ليه علامات، العلامة الاصلية وهي الضمة، وقد في بعض انواع الكلام ينوب عنها الواو، وقد ينوب عنها الالف، وهكذا، وقد ينوب عنها ثبوت النون اذا كان فعل الافعال الخمسه. فيسرد عن لكل نوع علاماته، وهو بيتكلم عن العلامات دي هيعرفنا ايه هو المثنى وايه هو الجمع المذكر السالم. ما هيجي اتفاقا، ما اقول لك العلامه الاصليه الضمه للرفع، ولكن بعض انواع الكلمات تعرب بالواو، ويعرفك ان ده جمع المذكر السالم، وان ده الاسماء الخمسه في أثناء الحديث على القسم الثاني، وهكذا. على ما يخلص الرفع والنصب والجر والجزم هنكون يعني اكتشفنا كثير من أنواع الكلمات، أنواع الخاصة اللي بتعرب بعلامات خاصة في اللغة العربية. يجي في الجزء الثالث يعكس الصورة، يبدأ من أنواع الكلام، يقول لك إن الكلمة إما أن تكون مفردة فحقها في الاعراب اللي فوق ده انها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره، او انها تكون مثنى فترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء، وهكذا. اعاده للكلام اللي في القسم الثاني، وكثير من كتب النحو ما فيهاش القسم الثاني ده، بتبدا بالقسم الايه؟ الثالث. القسم الثالث اللي هو بيقول لك، وهذا اقرب الى التذكر عاده، حتى وانت الواحد هو بيعرف مخه بيفكر ازاي، بيبص في الجمله ويقول بيعرف من المعنى ان ده فاعل، عاوز يقول ان هو فاعل مرفوع، يبدا يفكر في نوع الكلمه دي ايه؟ مفرد فارفعها بالضمه، ولا مثنى فارفعها بالالف، ولا جمع مذكر؟ لو انا عندي المعلومه. فانا اقصد ان المدخل الثالث هذا اسهل في الدراسه من المدخل الثاني، بس احنا هناخد الكتاب بالترتيب ان شاء الله عز وجل، يعني نمر على المدخل الثاني هذا سريعا قدر الاستطاعة. وبعدين أنا رأيي الشخصي والله أعلم أرى أن هذا المبحث أسهل في التذكر، وهو عادة الموجود في الكتب خاصة في التعليم العام، يعني في الثانوي العام والإعداد العام، الموجود أنك تعرف أن في حاجة اسمها مثنى، وحاجة اسمها جامع مؤنث سالم، في حاجة اسمها الأسماء الخمسة، وإعرابها كذا ترفع بكذا وتنصب بكذا، فده أسهل في الدراسة وأسهل في التذكر. إذا لو احنا بصينا بقى ابن اجي الروم بيعمل معانا ايه دلوقتي؟ بيعرفنا ما هو الكلام وما هي اقسامه. بيقول لك ان كل قسم من دول ليه حالات، اما ان يكون مرفوع او منصوب او مخفوض اذا كان اسما، او مجزوم اذا كان فعلا. وبعدين يرجع يلخص لك حالات الاعراب لكل نوع بناء على نوع الكلمه. نوع الكلمه يعني ايه؟ يعني هل هي مثنى؟ هل هي جمع مذكر سالم؟ جمع مؤنث سالم؟ وهكذا. بعد ما نعدي الجزء الثالث
ونكون خلاص عارفين ان الكلمة اذا كانت جمع مذكر سالم مثلا فوقعت مرفوعة كيف ترفع، او جت في جملة منصوبة كيف تنصب، او لو جمع مؤنث سالم وقع منصوب يبقى ينصب بالكسرة عشان هو من القسم الثالث. هناخد هنا في جمع المؤنث السالم ان هو اعرابه في حالة النصب مختلف شوية. هكذا اتفقت العرب، وقلنا احنا القواعد عندنا مصدرها ايه؟ كلام العرب كما اتفقوا وتواضعوا احنا بندرس. لحد القسم الثالث هعرف اذا وقعت نوعية معينة من كلمات العربية في موقع اعرابي حقه النصب هعرف اعمل ايه، في موقع اعرابي حقه الرفع هعرف من نوع الكلمة اعمل ايه، وهكذا في الجر والجزم. في الجزء الاخير اللي هو يمثل تقريبا نصف الكتاب الثاني، يعني المبحث الخامس ده نصف الكتاب، هينتهي بقى بالمراد من الموضوع هو اي المواقع في الجملة حقها الرفع، اي المواقع في الجملة تبعا للمعنى حقها النصب، وايه في العربية حقه الجر، ومتى تجزم الافعال المضارعة. فمن هنا هعرف لما الكلمة تقع مرفوعة ازاي ارفعها، وفي اخر جزء هعرف امتى الكلمة دي حقها ان ترفع. فهيعدي على حالات الاعراب اللي هي بيسموها ايه المواقع الاعرابية في كلام العرب، فهيقول لنا ان في 7 حالات لو اي كلمة من الاصناف دي جت فيها تقع مرفوعة. نقوم نرجع للقسم اللي قبليه ونعرف نرفعها ازاي، بالضمة ولا بالواو ولا بالالف ولا باي طريقة ثبوت النون. وبعدين يقول لك ان المنصوبات في كلام العرب 15، ويعدي عليهم واحد واحد ونتعلمهم، ثم ينتهي الكتاب باصغر مبحث في القسم الثالث وهو المخفوضات وهم 3. وبكده يبقى عرفنا ما هو كلام العرب، ما هي اقسامه، ما علامات كل قسم، كيف اميز بين الاسم والفعل والحرف، وما هي انواع الاعراب المختلفه في القسم الثالث رفعا ونصبا وخفضا وجزما، وبعدين كيف تعرب الكلمات المختلفه في العربيه ما بين كلمات مفرده او مثناه او مجموعه او افعال، وبعدين اعرف في الاخر امتى الكلمه يكون حقها الرفع وامتى يكون حقها النصب حسب موقعها الاعرابي في الجمله. هي دي الرحله اللي هياخدنا فيها ابن آج الروم بعون الله عز وجل وفضله ومنته وتوفيقه لحد ما ننتهي من الكتاب، وان شاء الله عز وجل يكون هناك فارق عند كل واحد في الاخوه الافاضل بين طريقه قراءته للجمله بعد ما ننتهي الكتاب عما كان قبل ان يدرس هذا الكتاب. كتاب ميسور وبسيط، واحنا ان شاء الله هنلتزم قدر المستطاع بمحتوى الكتاب فقط، يعني لعلي في بعض الأحيان أضيف إضافة في حالة إذا كانت موجودة بكثرة في القرآن أو مشهورة في أحاديث مشهورة، أحيانا نادرة أضيف بعض الإضافات، وما عدا ذلك نلتزم بما هو في الكتاب. شكل الكتاب كده بقى أوضح في الذهن الرحلة اللي قدامنا شكلها عامل إزاي. هذا هو ما نحن مقدمون عليه إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق والسداد. طيب انتهينا في المرة السابقة من أول جزء اللي هو مقدمات وتعريفات ومبادئ 10، دي هتصور أو الأصل بتاعها هيصور وهتنزل في مقطع على الفيديو بحيث تبقى موجودة للإيه؟ للإخوة الأفاضل يعني. وبالمثل كل درس كل مبحث من دول لما هنكبره ونحطه هو في المنتصف ونزود التفاصيل برضه هيكون شيء مشابه لهذا إن شاء الله. في القسم الثاني هتكلم ابن القي ابن آج الروم معذرة عن تعريف الكلام عند العرب، ثم يشرع في ما هي أقسام الكلام، ثم علامات كل قسم. احنا بدأنا في تعريف الكلام وقلنا ان الكلام العربي ليه تعريف لغوي عند أهل اللغة، لكن من ضمن أهل اللغة، لغة تشمل علوم كثيرة، تشمل البلاغة والأدب والنصوص، والبلاغة نفسها ليها أقسام 3، إنما أهل النحو من بين أهل اللغة اتفقوا على تعريف مختلف عن تعريف أهل اللغة. أهل اللغة قالوا الكلام هو كل ما يفيد فائدة ما،
تنتقل من منشئ إلى مستقبل، مرسل إلى مستقبل، حتى لو كانت إشارة، حتى لو كانت إيماءة، حتى لو كانت كتابة، كل ده اسمه عند أهل اللغة إيه؟ كلام. أما النحاة فاختصوا الكلام بأربع شروط، قالوا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وإحنا تكلمنا عن يعني أشياء كثيرة تتعلق بهذا التعريف، ولكن نعيد الكلام برضو للتثبيت والإفادة. قلنا معنى كونه لفظا عند النحاة اشترطوا عشان الكلام ده يطلق عليه كلام عربي من الناحية النحوية مش اللغوية، لازم يكون منطوق ملفوظ. وإن كان هذا الكلام في الكتب، أنا لا أخفيكم قول إن الكلام غريب شوي، لأن الكتابة من أشهر وسائل نقل المعلومة من طرف إلى طرف. يعني يكفينا إن كلامهم نفسه وصل إلينا مكتوبا، نحن ما عصرناهم ولا رأيناهم، ولكن هذا هو ما في الكتاب. قالوا هو اللفظ يعني المنطوق المتلفظ به، وليس الإشارة ولا الإيماءة ولا الكتابة. جيد، فهذا يعني ما يقولون. ثم الشرط الثاني يبقى اللفظ المركب، واحنا اتكلمنا في التركيب وقلنا المركب بمعنى ان عشان يطلق عليه كلام وليس كلمة لازم يكون في اكتر من مقطع في جملة حتى يفيد معنى. قلنا التركيب دائما يكون واضح باين في الجملة انها مكونة من اكثر من كلمة، واحد اثنين ثلاثة اقدر اعدهم، او ده اسمه تركيب ايه؟ حقيقي ظاهر، او يكون تركيب تقديري، يعني هي كلمة واحدة قدامي بس انا عارف ان ليها باقي، اما الباقي ده في ذهن السائل. سألني سؤال من اخوك؟ قلت محمد، هو عارف انه اقصد اخي محمد، يبقى الكلام ما زال مركب لكن تركيب تقديري. او ان يكون في محذوف، زي ما اقول لك مثلا قم وموف، قم دي جملة معناها كلمة واحدة، بس دارس النحو عارف ان كل الافعال اللي هي بصيغة الامر الفاعل بعدها مستتر وجوبا، قم انت، يبقى في ايه؟ تقدير في الكلام، والتقدير ده مفهوم بين المتكلم وبين السامع، فما زال هذا المقطع اللي هو قم يسمى عند النحاة كلاما، وتطبق عليه كل قواعد النحو المتعلقة به. طبعا ذكر أمثلة هنا للكلام المركب تركيب حقيقي، زي العلم نافع، محمد مسافر، العلم خير ما تسعى إليه، كل دي جمل مركبة تركيب حقيقي. ثم ذكر مثال السؤال في التركيب التقديري، من أخوك؟ فتقول محمد، وإحنا مثلنا بحرف واحد قد يأتي بمعنى جملة زي قي وعي وفي. قي فعل أمر من الوقاية، قو أنفسكم، قي نفسك، فقي جملة، حرف قاف تحتيه كسرة، وعي من الوعي وهو الفهم، يعني افهم ما يتلى عليك، وفي من الوفاء بالعهد، يعني أوفي بعهدك. فكل دي أمثلة لحرف واحد تحته كسرة، ولكن هو في الحقيقة فعل أمر بعده فاعل مستتر وجوبا، فهي جملة وإن كانت حرفا. وده مثال قوي جدا للتركيب الإيه؟ التقديري، تركيب تقديري. مفيدا اللفظ المركب المفيد، المفيد يعني حصل بناء على هذا الكلام انتقلت معلومة من المتكلم إلى السامع، في حاجة اتقالت، في معلومة مفيدة يحسن السكوت عليها، ده معنى إيه؟ مفيدا، يعني في حاجة قد تكون هذه الفائدة ساذجة زي المثال اللي ضربناه، وقد تكون فائدة عظيمة جدا، وقد تكون فائدة سطحية ملهاش معنى. المهم في النهاية إن الكلام له معنى مفيد، قل هذا المعنى أو كثر، صغر أو كبر، مش دي مش قصتنا. زي الشاعر اللي كان بيقول كأننا والماء حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كلام سطحي، صدر البيت هو آخر البيت، يعني أول البيت هو آخره، مفيش أي فائدة جديدة، ولكن في النهاية الكلام مفيد، إفادة يحسن السكوت عليها، مفيش حاجة السامع لسه متوقعها جاية في الطريق. تذكروا المثال بتاع الأذان الذي لحن في أذانه وقال أشهد أن محمدا رسول الله، الراجل الأعرابي ودنه سليمة، هو لما شاف سمع الجملة بهذه الطريقة مستني الباقي، فين خبر إنه؟ يعني خبر أن فين؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فقال ويحك يفعل ماذا؟ بتشهد عليه بإيه؟
يبقى هو لسه مستني الباقي. يبقى الجملة ورسول دي عليها فتحة علام، مش كلام، ده مش كلام عربي تام، لأنه ما أفادش معنى يحسن السكوت عليه. وبالتالي الأعرابي سأل هذا المؤذن اللحان، قال: ويحك، تشهد عليه أنه يفعل ماذا؟ فين باقي الكلام؟ لو غير بس الفتحة خلاها ضمة، قال: أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما هو الصواب، بقى دي خبر أن، وبقت الشهادة أنه بيشهد أنه رسول الله، فتم الكلام، فانتقلت معلومة مفيدة من المتكلم إلى السامع، وبقى الكلام ده يصدق عليه تعريف ابن هاج الروم. اللي هو ايه؟ هو انا هسألك سؤال، الفيصل في اذا كان الكلام مفيدا ام لا هو امكان السكوت عليه من غير ما السامع يقول له كمل كلامك. فانت لما البيت ده اتقال اكتفينا، عرفنا ان المعنى ساذج وسطحي، ولكن مفيش حاجه مش متوقعين من المتكلم ان هو يكمل. يعني رسول الله باين جدا، مفيش خبر في الكلام، انما كاننا والماء حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هو فسر الماء بالماء، ولكن في النهايه انا مش منتظر شيء، وانا بس عرفت مقام المتكلم ان هي دي قدراته في التعبير عن نفسه بانه عبر بمعنى ساذج ملوش اي مفروض ان المشبه يبقى خلاف المشبه به. يعني من قواعد التشبيه في اللغه ان انا اشبه شيء وجه الشبه فيه ضعيف مش واضح بشيء وجه الشبه قوي جدا عشان ابين حاجه. يعني اقول لامراه جميله كالقمر كانها بدر، فالبدر واضح ان هو ابيض ومستدير وكبير وجميل تحبه العين، فانا بقول ان الست دي زي القمر مثلا عند العرب، هم اكثر ما تشبب العرب بالنساء اشعار الغزل. انما اقول ان احنا واحنا قاعدين حوالين الميه كاننا ناس قاعده حواليها ميه، يعني ولكن في النهايه المعنى يحسن السكوت عليه، مفيش سؤال في نفس السامع عاوز يساله للمتكلم. وبعدين نتكلمها في اخر جزء من التعريف، اللفظ المركب المفيد قلنا بالوضع، وقلنا بالوضع يعني ايه؟ يعني كلام عربي اصيل مش دخيل، مش الفاظ مدسوسة او موشح بيها الكلام من لغات اخرى. لو حطيت لفظ غير عربي في وسط جملة عربية مهما كانت فصيحة وبليغة بيعتبر الكلام كله غير عربي، لانه لا ينطبق عليه الشروط الأربعة مجتمعة. وذكرنا أن دي مسألة مشهورة جدا دلوقتي، ودنيا الحواسيب الآلية ودنيا الإنترنت ودنيا الكلام ده خلت كثير من الناس يعني يندر أن تعدي جملة مثلا منه أو يعني مقطع من الكلام إلا ويضع نعم الأرقام دي هي الأرقام العربية. الأرقام دي يعني تخيل معي، الأرقام دي هي الأرقام العربية. الأرقام التانية اللي هي واحد والاثنين بتاعتنا دي أرقام هندية. دليل نعم؟ دليل لما نيجي نتكلم على أنواع الكلام هنا هنقول إن دليل هذه الأمور التتبع والاستقراء. يعني ما فيش دليل من الشرع ودليل من السنة ودليل مش عارف، تتبع واستقراء كلام العرب. وإنت عارف الحاجة في المصحف أصل المصحف حاجة أجنبية أجنبي؟ طب الأول نسأل ينفع أكتب عربي ولا لأ؟ مثلا الأرقام اللي في المصحف، في أصل المصحف بيبقى 1، 2، 3. مش احنا بقى يعني اللي بيطبعوا المصاحف توافقوا وتواضعوا على ذلك، وانت دلوقتي معلومة ان ده العربي والتانية هي الهندي معلومة خفية جدا نادرة. ف نعم؟ فلك انا عايز اقول لك حاجة، مثلا يعني نظام التشغيل بتاع معظم الاجهزه اللي في الدنيا النهارده اللي هو اسمه ويندوز، صح؟ انت لو دخلت في الاعدادات بتاعت الويندوز وقلت له انا عايز الارقام عربي هيعملها كده، عشان تاخد التانية تقول له هندي يقوم يديك العربي بتاعتنا. يعني هم الاجانب عارفين، يعني هم عارفين ان التانية دي اسمها هندي. ولكن ايا كان نرجع لمرجوعنا اللي هو ايه، بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. وبعدين
سلام، بارك الله فيك يا شيخ. يبقى التعريف المكون من أربعة أجزاء اللي احنا قلناه، إن الكلام عند الإصطلاحيين هو اللفظ يعني المنطوق باللسان، المركب حقيقة أو تقديرا، المفيد لمعنى يحسن السكوت عليه، بالوضع يعني مفردات الكلام هي كلمات عربية أصيلة موضوعة في الأصل من كلام العرب وليست دخيلة أو مدسوسة. بعدين قلنا في عجالة المرة اللي فاتت إن الناس تتفاوت في قدرتها على التعبير عما في النفوس، وربنا سبحانه وتعالى زي ما سمعنا في خطبة الجمعة يعني لم يكتب الكلام الكمال لشيء من الكلام إلا لأشياء رعاها الله عز وجل وقدر وحكم أن يكتب لها الكمال، وهي القرآن الكريم وما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه أما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما سوى ذلك من كلام العرب حتى من أكبر الفحول، نفس الشخص قد يحسن أحيانا ويسيء أخرى، مع أنه شاعر وخطيب مفوه، ولكن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، يعني جل من لا يسهو. حتى أعظم الشعراء يأتي أحيانا يصوغ معنى، يعني الكلام عبارة عن ألفاظ تحتوي على معاني، صح؟ فأنت عندك درجات بيصعد فيها الكلام لحد ما يصل إلى درجة الإتقان أو درجة البلاغة أو درجة قوة البيان. فالأول بتأتي بمفردات تكونها أو تلحقها ببعضها عشان تبني جملة، هذه الجملة فيها معاني. شوف أنا قلت كم حاجة دلوقتي، قلت مفردات وقلت ركبت أو ضمت إلى بعضها حتى صارت جملا، هذه الجمل فيها معاني، كل واحد من الثلاثة دول يدخله النقص إلا في كتاب الله عز وجل. كل واحد إما إن الكلام قد يعني يسيء الكاتب أو المتكلم باختيار كلمة واحدة في الكلام تهبط به من درجات الإتقان والبلاغة إلى أسفل، قد يسيء قد يحسن اختيار الكلمات ولكن التركيب كله على بعضه يكون في مشكلة عند السامع، يسبب مشكلة عند السامع، وقد يحسن أول خطوتين ويأتي المعنى سمجا سخيفا أو ضعيفا أو غير قوي. فأعظم الشعراء وقع في هنات أو هفوات، يعني وقعت منه أمثال هذه الأمور. حتى الشعراء الفحول قد كلمة واحدة في البيت تهبط بيه. عشان كده في الكتب اللغة العربية كتير قوي يقول لك إيه من باب الأسئلة أو يعني جزء من الشرح، والشاعر لو قال مكان هذه كذا لكان أفضل ولكان أجود ولكان أمتن، ويقعد الشارح بتاع الأبيات عنده وجهة نظر إن الكلمة دي لو شالها وحط مكانها كلمة تانية كان بقى البيت أفضل، كان ارتفع في درجات إيه البلاغة. إلا القرآن، ما رأينا أحدا من أول العرب اللي كانوا أفصح الناس وأبلغ الناس وأساطين البلاغة، ما فيش حد فيهم جرؤ رغم التحدي المعلن والمشهر من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد قال لو كانت فما بدلا من وما لكان أفضل، أو أولم بدلا من أفلم لكان أجود. شوف على لدرجة الحرف الواحد، هذا من إعجاز القرآن. إنما الشاعر ممكن يجي يصوغ معنى جميل جدا فيسيء اختيار لفظ. مثال مثلا أحد الشعراء الفحول بيصف امرأة فيقول إيه، كانوا يتشببون بالنساء بصيغة المذكر بمعنى المحبوب يعني، فبيقول غدائره، عارفين إيه الغدائر؟ جمع غديرة اللي هي الضفيرة. بيقول غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المداري في مثن ومرسلي. يعني إيه غدائره؟ اللي هي ضفائر المحبوب،
مستشذرات يعني متطلعات، يعني من قوة الضفيرة وضخامتها وغزارة الشعر اللي فيها، قبل ما تبدأ تنزل ناحية الأرض بتطلع لفوق شوية كده زي حرف اللام كده، بعدين تبدأ تنزل ناحية الأرض، تضل المداري يعني الأمشاط والفرش تتوه في الشعر، تضل المداري بين مثن ومرسلي، خصل من الشعر مثنية وخصل مفرودة. الصورة البلاغية جميلة جدا، ولكن كلمة مستشذرات دي هبطت بالبيت، أساء اختيار الكلمة. ليه؟ لأن فيها حروف قريبة المخارج متتالية وراء بعضيها، فالكلمة معيبة. كان ممكن يقول غدائره مستشرفات إلى العلا، ما هي هي نفس المعنى، ولكن كتب الله النقص على كل شيء إلا على كتابه عز وجل. ده مثال، ده مثال كلمة واحدة في البيت عابت هذا البيت. قد يكون التركيب نفسه الكلمات لوحدها مش معيبة، ولكن الكلمة دي جنب دي جنب دي خلت البيت معيب. كما يقول الشاعر ايه، بيقول واحد مات له واحد صاحبه فدفنوه في مكان كده بعيد، فبيقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. يعني واحد صاحبي مات اسمه حرب ودفناه في حتة فاضية ما فيهاش قبور تانية، ده القبر الوحيد اللي هناك. المعنى معقول، إنما الطريقة اللي عبر بيها عن المعنى الكلمات كلها شبه بعض، فتخلي فهم البيت، يعني أنا متأكد إن نصف الناس ممكن ما تعرفش تقوله تاني، فهم البيت من أول وهلة صعب، حفظ البيت أصعب وأصعب، نطق البيت صعب. وبالتالي هبط هذا الكلام في مقاييس البلاغة نتيجة أن التركيب نفسه مشين معيب. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. وآخر يقول إيه مثلا، الباب ده في كتب البلاغة يعني في أمثلة يعني لحد بعد العشاء ممكن نذكر، بيقول مثلا إيه، واحد يلوم صاحبه إنه هو أفشى سرا كان بينهما، فبيقول له لو كنت كتمت السر كنت كما كنا وكنت ولكن ذاك لم يكني. إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول له كان بيننا ود وصفاء وحال وعلاقة جيدة طيبة، طالما كنت محتفظا بالسر لنا استأمنتك عليه، ولكن نتيجة إن أنت أفشيت هذا السر تغير ما كان بيننا ولم نعد كما كنا. أكيد عنده طرق كثيرة جدا ممكن يقول بها نفس المعنى، ولكن جنبه التوفيق فخرج الكلام معيبا من حيث التركيب وليس من حيث المفردات، وهكذا. طيب، يبقى خلينا نقول إن الكلام يستوفي أربع شروط حتى يصبح كلاما عربيا في عرف الاصطلاحيين من أهل النحو، وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، بعد كده يدخل ابن أجر الروم في أقسام الكلام، عاوز يقول لنا إن الكلام عند العرب تتبعناه واستقصينا كل ما قيل وكل ما كتب، فوجدنا إن مفردات كلام العرب لا تخرج عن ثلاثة أنواع، اللي هي إيه؟ قال وأقسامه، أي الكلام، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أنا ما كتبتش جاء لمعنى دي علشان المكان في الرسم، ولكن القيد ده ليه أهمية هنعرفها دلوقتي. فيقول الشارح: الألفاظ التي كانت العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها ونقرأها ونكتب بها، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. وبعدين هيشرع الشارح رحمه الله في تعريف الاسم لغة واصطلاحا، وتعريف الفعل لغة واصطلاحا، وكذا تعريف الحرف لغة واصطلاحا.
فبيقول ايه؟ الاسم في اللغة كل ما دل على مسمى، يعني هذا كوب، كلمة كوب هو الاسم، والشيء اللي في ايدي ده هو المسمى. أول ما تسمع كلمة كوب تتذكر، تستحضر صورة هذا المسمى في الذهن على طول. كتاب، هذا الحامل، هذه سجادة، كل ما دل على مسمى يسمى عند العرب ايه؟ اسما. ده تعريفه في اللغة. اما في اصطلاح النحويين لازم بقى يحطوا حاجة تميز بين الاقسام الثلاثة عشان نقدر نقول ان ده اسم وده فعل وده حرف. فقال لك ايه؟ قال لك كلمة دلت على معنى في نفسها. طيب دي زي الاصطلاح، زي التعريف اللغوي، لم يعني يضف شيئا. كوب دلت على معنى في نفسه، وبعدين ايه؟ ولم تقترن بزمان، يعني معنى الكلمة مفهوش حاجة تفيد زمان، لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل أو أمر، مفيش حاجة تدل على معنى الزمان في هذه الكلمة. يبقى دي ايه؟ اسم وليست فعلا وليست حرفا. يبقى النص الأولاني من التعريف، كلمة دلت على معنى في نفسها، هنحتاج كلمة في نفسها دي وإحنا بنعرف الحرف، فهي مش مذكورة اعتباطا، هي قيد مهم، يعني الكلمة من غير ما توضع في جملة لها معنى. كلمة كوب من غير ما توضع في جملة دلت على مسمى أو معنى في نفسها. ولم تقترن بزمان، يبقى دول إيه الشرطين؟ دلت على معنى في نفسها مجردة عن أي إضافات، ولم تقترن بزمان. وذكر أمثلة زي محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وإلى آخره. وبعدين القسم الثاني وهو الفعل. قال لك الفعل عند اللغويين هو الحدث، في حاجة حصلت، هذا فعل فعل، ولك بفعل فاعل، يعني الحدث ده وقع، ده من حيث التعريف اللغوي. أما في الاصطلاحي هنبدأ من حيث بدأنا برضو في تعريف الاسم، اللي هو ايه؟ هي كلمة، ده كلمة دلت على معنى في نفسها. لحد دلوقتي متفقين مع الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها يعني لوحدها منفردة، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. يبقى ده هنا فارق الفعل الاسم، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، أما الفعل فهي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. وبعدين مثل لأمثلة، هناخد الأمثلة اللي هو ذكرها في الأقسام. قال لك والفعل على ثلاثة أنواع حسب هو اقترن بأنهي زمان. احنا قلنا في تعريفه إيه؟ دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فبيقول والفعل على ثلاثة أنواع، ماضي ومضارع وأمر. بعدين تعريف الشيخ لطيف، يعني في الكتب البسيطة يقول لك إيه؟ ما دل على معنى في الزمن الماضي وعلى معنى في الزمن الحاضر أو المستقبل، أو ما دل على طلب وقوع شيء في المستقبل. الشيخ قيد هذا الكلام بزمن التكلم، لأن أنا ممكن أقرأ الجملة تكتب في الكتاب من 50 سنة ويفضل معناها مستقبل، صح؟ ويفضل معناها مضارع. فهو بيقول ايه؟ بيقول ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، قبل زمان ايه؟ التكلم. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، اللي هو الزمان اللي خرج فيه هذا الكلام من فم المتكلم. وضرب أمثلة بكتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وإلى آخره. ثم المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب، هو عمال يكتب، في أثناء ما أنا بقول الجملة هو الرجل يكتب، وبعد ما أنا انتهيت من الكلام ما زال يكتب، يبقى الحدث وقع في إيه؟ في زمن التكلم وبعده. ثم الثالث نحو يكتب ويفهم ويخرج. والأمر أو الحدث أو النوع الثالث من الأفعال هو الفعل الأمر، بيقول ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. عشان كده إذا واحد كتب جملة في كتاب
هي بصيغة الطلب تظل طلب مع أن الرجل مات من 500 سنة، بس ما زالت الجملة بصيغة الطلب لأن هو طلب وقوع شيء بعد الزمن اللي كتب فيه الكلام ده من 500 سنة. فنحو أكتب وأفهم وأخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. طيب دي الأقسام الأول والثاني. الاسم ما دل على معنى في نفسه لم يقترن بزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ثم الحرف وهو هنا بقى هيبان المتن بتاع الآجر الرومية هو ليه قال وحرف جاء لمعنى، لأن تعريف الحرف في اللغة هو الطرف، ده حرف المائدة، ده طرف المائدة. أما عند الاصطلاحيين هي كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني هي لوحدها معناها ناقص مش كامل، لا تفهم فهما كاملا، لها معنى نوعي ولكن لا يتم هذا المعنى إلا إذا أضيفت هذه الكلمة إلى كلمة أخرى. تقول محمد في الدار، في لوحدها من غير ما تتحط في السياق ده بتدل على ممكن الظرفية، تدل على إن شيء جوه شيء، لكن هو إيه الشيء وجوه إيه مش عارفين. يتم المعنى إن المقصود إن محمد في الدار، المصلون في المسجد، خرجت من بيتي إلى المسجد. من حرف جر يفيد الابتداء، لا يفهم معناه إلا لما يجي بعديه من البيت إلى المسجد، لا يفهم معنى إلى تفيد الانتهاء، بس انتهاء لفين؟ رايح فين؟ لازم تضاف إلى، عشان كده يقال في التعريف إيش؟ كلمة دلت على معنى في غيرها. طيب لما هو حط قيد قال وحرف جاء لمعنى، خرج بي إيه؟ يعني لا ينطبق هذا التعريف على ما يسمى بحروف المبنى، حروف المباني اللي هي الأبجدية، ألف باء تاء ثاء لحد الياء، مش اسمه حرف برضه؟ اسمه حرف، ولكن اسمه حرف مبنى، حروف المباني اللي بنبني منها الكلمات، ولكن مفيش حاجة، مفيش معنى للهمزة ولا لللام ولا للباء، إنما الحرف الثاني اللي هو قسم الكلام الثالث اسمه حروف المعاني، دي خلاف حروف المباني. بحرف المبنى ليس له معنى ومش هو المراد بهذا ايه التعريف. جيد. طيب انا مش هدخل في علامات الاسم، ولكن هقول بس اضافة بسيطة ان الاقسام الثلاثة هذه وان كان اكتفى بها ابن اجر الروم، ولكن هناك قسم رابع يقف كده حالة وسط بين ما بين الاسم وما بين الفعل، اسمه ايه النوع الرابع ده؟ اسم الفعل. اسمه ايه؟ اسمه اسم الفعل، وانا ما ذكرته الا لانه موجود في ايه؟ في القرآن. اسم الفعل ليه امثلة في القرآن، لا هو اسم ولا هو فعل، ولكنه حالة بين، وهي كلمات معدودة في اللغة العربية، يعني ما هيش قاعدة هنطبقها فنحول أي فعل لاسم فعل أو نحول الاسم لاسم فعل، لا هي كلمات بعينها معروفة، هي أسماء ولكن تفيد زمن، فسموها إيه؟ اسم الفعل. منها أسماء أفعال ماضية بتدل على فعل في الماضي ولا يصاغ منها المضارع ولا الأمر، يعني طالما ان هو العرب حطوه اسم فعل ماضي يفضل طول عمره اسم فعل ماضي، زي قوله عز وجل هيهات هيهات لما توعدون. هي هيهات دي ايه؟ اللي هي اسم لان فيها معنى الحدث، حاجه في الزمن الماضي، ولا هي فعل لان احنا مش عارفين نجيب المضارع والامر والحاجات دي، اسمها اسم فعل، بتعرب هكذا اسم فعل بمعنى بعد، هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعد ما توعدون. وزي ايه كمان؟ زي ايه في الماضي؟
اتفضل. زي شتان، شتان اسم فعل بمعنى افترقا، يعني اختلفوا، يعني ده وده شتان بينهم، هذان امران شتى البون بينهم. وفي منها اسماء افعال بصيغه المضارع، يعني هي موضوعه لتدل على حدث في المضارع ولا يجي منها الماضي ولا يجي منها الامر. زي ايه في القران؟ وي وي بمعنى اعلى اعلى، تمام. وزي ايه مثل مشهور جدا؟ ولا تقل لهما اف، اسم فعل بمعنى اتضجر او اتافف، اسم فعل مضارع بمعنى اتذمر او يعني اتافف. وفي واحد ثالث اسمه واهن، يعني اتعجب، وليه بيت مشهور في الشعر واهن لسلمى ثم واهن واها، يعني اتعجب من جمالها. وفي افعال، اسماء افعال امر، زي ولا الضالين امين، امين اسم فعل بمعنى استجب، ربي استجب. وزي قول صه يعني اسكت، وزي مه بمعنى تمهل، وزي ايهن بمعنى زدني. كل دي كلمات قد تجدها في حديث او في آية، فتبقى عارف ان هي مش واحدة من الاقسام الثلاثة اللي ذكرها ابن اجرم، ولكن هي قسم رابع يقف بين الاسم والفعل، وهي كلمات معدودة بذاتها في لغة العرب اتفقوا عليها وتواضعوا ان يكون معناها هكذا. زي بخل، بخل. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله عز وجل المرة القادمة. اعتقد عندكم درس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.